السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات مباريات يوم الثلاثاء 29/8/2023. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. في عندنا اليوم عدة مباريات، يعني مباريات قليلة نوعا ما، لكن راح نحاول نختار يعني أهم مباريات. وفي عنا بطولات، يعني دورة أبطال أوروبا وكأس الإنجليزي ودور السعودي، نحاول نختار بعض المباريات. طبعا هي مجرد توقعات ونصائح غالبا خاصة في اليوتيوب، بنعطي التوقعات على الأهداف، ويعني اللعب يكون على هذه التوقعات بشكل فردي. فما تجينيش واحد في التعليقات او الخاص يقول هات الكود، فيعني اللعب يكون بشكل فردي، فانت بتختار المباريات اللي بتشوفها مناسبة وبتلعب على هذه المباريات بشكل فردي. فعندنا اول مباراة جلطة سراي ومولد اللي هو اياب بطولة دور الأبطال، في اللي هي إيش تصفيات التأهل لدور المجموعات. في بعض الفرق تلعب تصفيات، فهذه التصفيات النهائية. المباراة الأولى مجموع أكثر من 2.5. نيجي للكأس إنجلترا، في عنا مباراة ليستر سيتي مجموع أكثر من 2.5، وفي عندنا أيضا مجموع أكثر من 2.5. وآخر لعبة اللي هي ولفرهامبتون مجموع أكثر من 2.5، آخر لعبة في يعني في هذه البطولة. نيجي للدوري السعودي، في عنا مباراة التعاون أيضا مجموع أكثر من 2.5. ممكن أنت تعمل قسائم، يعني مجموع أكثر من 2، تختار مباراتين، مباراة هذه مباراة مثلا من دوري كأس الإنجليزي أو أي مباراة، يعني فتحط مباراتين مجموع أكثر من 2 تختار وتضعهم في قسيم، يعني بتكون أضمن نوعا ما. فهي اخترنا مباراتين من الدوري السعودي، وفي عنا راح نختار أيضا كأس أستراليا يكون غالبيته أهداف في هذه المباراة مجموع أكثر من 3. وفي عنا آخر مباراة اللي هو الدوري الكوري الجنوبي الدرجة الثانية، في عنا هذه المباراة مجموع أكثر من 2. وبهيك نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن يعني انت حاول يعني اضرب واهرب في هذه اللعبة، ويعني لا تكون مدمن على الألعاب. انا ما وضعت، يعني اضع في هذه الجولة، حتكون اخر جولة، خلونا نشوف لوين راح توصل. يعني انت زي ما انتوا شايفين، وكتير مرات يعني بتلاقيها بتصل لإكسات كتير، X3 X4، لكن انت ما تطمع في هذه اللعبة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وايضا الاشتراك بقنوات التليجرام، الروابط موجودة في صندوق الوصف. الرابعة مكسب. هاي الأولى وهاي الثانية. الخامسة مكسب، يعني 3 مكسب وتنتين خسارة
في اللي هو لما نصل للمربع الثاني. نيجي الآن بدنا نصل للمربع الثالث. هاي الأولى، هاي الثانية، وهاي الثالثة. هاي أول واحدة مكسب. نيجي هاي الأولى، هاي الثانية.